من أجل دعم التنمية الدامجة المحلية، تم ولأول مرة بالصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2022 تخصيص جناح للمنتجات المحلية المتوجة خلال المناظرة التونسية التي دأبت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على تنظيمها قصد تتويج أفضل المنتجات المحلية في كامل تراب الجمهورية والتعريف بها بالداخلي والخارجي. اليوم نقدموا من 24 ولاية تونسية أحسن ما أنجت البلاد من منتوجات معناها، والهدف من هذايا أن نرجعوا المستهلك التونسي باش يتعرف على المنتوجات التونسية، وكيف كيف الزائرين اليوم للصالون باش يتعرفوا على المنتوجات التونسية المحلية كما قاعدين تراو بجميع أصنافها. عندنا 5 أصناف منتجات محلية. عمل هذه المتوجة خذت ميداليات، الميدالية هذه ماهيش جائزة نقدية لكن هي تخول لها أنها تكتسح المارشي، دونك عملنا لهم دي كونفونسيون مع لا غون ديستريبيسيون، وكيف كيف حسينا اللي فما معناها ظاهرة جديدة في تونس اللي الناس كل حبت ترجع للمنتوج المحلي التونسي، نظرا لأنه معناها فيه مصداقية كبيرة وفيه قيمة وجودة صحية إلى جانب الجودة، معناها الجودة اللي تخولوا باش يكون كومبيتيتيف الانترناسيونال. تحولنا بمنتوجات هذه العديد من المعارض والصالونات في الخارج على غرار سيا باري، صالون دولي للفلاحة في باريس، كنا كيف كيف معهم في صالون دولي بيوفا في ألمانيا. مرغسة ليزل مهندسة فلاحية وصاحبة شركة مابيس لتربية النحل، متحصلة على 4 ميداليات في مناظرة الوطنية للمنتجات المحلية، أهمها ميدالية الامتياز اللي تعتبر أعلى درجة في الجودة. احنا مختصين في تربية النحل وإنتاج العسل بصفة خاصة avec valorisation des produits de la ruche، معناها تثمين بعض مش الكل إلى حد الآن منتوجات الخلية كيف البولين حبوب اللقاح كيف البروبوليس كيف الشهد، هذوما موجودين عندنا بخلاف العسل، والعسل موجود دي تيب فاري، معناها عندنا برشا أنواع تقريبا حاليا اللي ديسبونيبل 8 أنواع.